بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. في الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع الانستوليشن والابديت والابجريد ومشاكل الاوبن في ام وير. النهارده هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا. اول حاجه، لو انت عاوز تخفف النظام، بتاعك، فقدامك حل واحد، انك تنزل الواجهه الرسوميه بتاعتك لمستوى اقل شويه زي الميت ديسكتوب. الميت ديسكتوب واجهه رسوميه خفيفه جدا وهتسهل لك الموضوع وشغلك هيكون عليها اخف. فعشان ننزلها محتاجين لمجموعه باكجز زي الميت كور والميت ديسكتوب انفايرمنت اكسترا والميت ديسكتوب انفايرمنت اكستراز. كمان عندنا منيو، محتاجين لمنيو زي دي عشان تقدر تنظم لي الادوات بتاعي بشكل منطقي، اسمها بريسك منيو، والباكج بتاعتها ميت ابلت بريسك منيو. بعد ما سطبت الكلام ده مع مجموعه من التخصيص وصلت السيستم بتاعي للشكل ده كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامي ده. المنيو اللي قلت لكم عليها اللي هي البريسك منيو عامله لي تنظيم منطقي للادوات زي ما انتوا شايفين بالترتيب، شكله جميل جدا. تمام، ده بالنسبه لموضوع الواجهه الرسوميه عشان الموضوع يبقى معاك يبقى خفيف. بعد كده نتكلم عن موضوع الدرس النهارده، هو الموضوع الاساسي، اداه الاوتو ميتور. الاوتو ميتور يا جماعه دي اداه خاصه بالانفورميشن جاذرنج، ودي بتعمل لك انالايز لحاجه نشك فيها. بمعنى لو واحد دخل على الفيسبوك وبعت لك رابط وقال لك نزل لي الرابط ده عندك وافتحه، فلو انت شاكك في الملف ده ممكن تستخدم اداه الاوتو ميتور. ليه بقى؟ الاداه دي بتعمل لك فحص لانها تتصل بمجموعه من المواقع وتشوف ايه اصل الحاجه اللي انت اديتها لها. طب الارجيومنتس بتاعتها بتاخد ايه بالظبط؟ هي بتاخد تلات حاجات، يا اما تديها يو ار ال يعني تديها لينك، واللينك ده بتعمل لك فيه فحص وبتتصل بجميع المواقع الخاصه بفحص اللينك ده، ومن ضمنهم الفيروس توتال، وده من اقوى المواقع لعمليه الفحص للملفات. دي حاجه. لو انت معاك اي بي ادرس وشاكك الاي بي ادرس ده وعاوز تعرف معلومات عنه، فهتبدأ تتصل بمجموعه من المواقع زي الروبوتكس وتبدا تطلع لك الريكوردز بتاعت الاي بي ادرس ده. دي حاجه. الحاجه الثالثه، لو انت معاك هاش وليكن ام دي 5 اس اتش اي 1 وعاوز تعرف معلومات عنه، برضه بتدي الهاش ده للاداه دي. طيب تعالوا نجرب الاوتوموتور كده ونشوف شغلها ماشي ازاي. طبعا النظام احنا حدثناه، عملنا له ابديت وابجريد، فهيكون معاك سهل جدا وسلس. طيب لو عندك سرعه الانترنت عاليه تمام، فيستحسن كل ما تيجي تفتح النظام تعمل تشيك للابديت. طب لو انت عندك بقى سرعه انترنت بطيئه، فبتعمل له ابجريد مره واحده وكل شويه تحاول تعمل ابجريد. ليه؟ لانك لو عملت الابجريد بتاعك من حين لاخر هتلاقي المساحة عندك تراكمت وهتقعد برضو فترة طويلة، فيستحسن تعمل ابجريد بسرعة دايما يعني، لأن أول مرة هتتأخر بعد كده هتبقى العملية بالنسبة لك سهلة، لأنك أنت بتعمل عملية تكرارية في عملية الابجريد، فما بيلحقش يعمل تراكم عليك في المساحة فبتنزل على طول. زي ما أنتم شايفين احنا أصلا لسه عاملين ابجريد امبارح، ابت داش جيت ديست ابجريد. وطبعا داش واي دي لو كتبتها معناها ان انت بتقوله يس، يعني من غير ما يقول لك يس ولا نو بقول له يس اعمل ابجريد. زي ما انت شايف هيقول لي ان هو خلاص مفيش اي حاجه يعمل لها ابجريد لانه ابجريدد. نتكلم بعد كده عن الاوتو ماتر. بيقول لك والله ان الاوتو ماتر ده لو حبينا نشوف الاوبشنز بتاعتها، معظم الاوبشنز اللي موجوده هنا دي خاصه بالاوتبوت. بمعنى ان داش او معناها ان هو بيقول لك تستخدم اوتبوت كفايل معين، داش سي اف بيقول لك ان انت برضو ممكن تستخدم الريزلت بتاعك كسي اف ويب لو انت عاوز تطلع اتش تي ام ال اوتبوت، سي اس في تطلع سي اس في اوتبوت برضو، دي ده لو انت عاوز تستخدم الديلاي تاخر شويه. بالنسبه لداش اس بتديله اسم الموقع اللي هو يتصل بيه زي روبوتكس مثلا يتصل بيه. داش بروكسي وده لو انت عاوز تستخدم بروكسي بتحط عندك الاي بي ادرس وبعد كده نقطتين فوق بعض وتحط الايه البورت.
اليوزر ايجنت لو انت عاوز تستخدم يوزر ايجنت معين والفيربوز وغيره، الباقي ده كله يعتبر شيء بديهي. يبقى احنا عندنا اهم اختيار عندنا اوبشن هو داش اس، لان انت بتحدد الحاجة اللي انت عاوز تتصل بيها بالظبط، و بعض الاختيارات الخاصة بعملية الريبورتس. طيب تعالوا نبدأ نشوف هنستخدمها على ايه. عادة لو حبيت انك تشوف عندك لينك مثلا عاوز تفحصه، بتكتب اوتو ماتر بالشكل ده كده، وبتحط عندك اللينك على طول، اي تارجت بتحطه على طول. طب انا عاوز احدد الحاجة اللي انا عاوز اعمل بيها اسكان، وليكن انا عندي موقع الروبوتكس وده لازم اديله اي بي ادرس. طيب هعمل ايه؟ هستخدم عندي هوست عشان اطلع الهوست بتاع موقع ماتريكس 219 دوت كوم. طيب هعمل له كوبي، وبعد كده بقول له داش اس يعني بدي له السورس، فاقول له روبوتكس وبدي له الاي بي ادرس، بيطلع لك كل الريكوردز بالدومينز الموجوده على السورس ده زي ما انت شايف. كل دي الريكوردز طلعها لك. طيب جميل قوي. طب انا كنت شلت داش اس وقلت له الاي بي ادرس بس كده، بقى هيستخدم اكتر من موقع وهيتصل بالاي بي فويد، وهيستخدم اكتر من موقع بيتصل باكتر من واحد زي ما انت شايف دلوقتي. هيتأخر شوية، مش هيديك النتيجة بسرعة، فهيبدأ يتصل بكل المواقع اللي المفروض يتصل بيها عشان يعمل فحص للاي بي ادرس ده. زي ما انت شايف مستخدم مواقع مختلفة خالص، حتى المال كود داتا، ومستخدم كمان ال VT مال يور إلز، مستخدم كمان ال BDNS VT، كل دي مواقع بيستخدمها. زي ما انت شايف الروبوتكس، طبعا اللي يهمني الروبوتكس، تمام، اللي يهمني ان انا حبيت افحص هستخدم الروبوتكس، تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده. حتى هنا اداك ان الكونتري يو اس، وبدأ يطلع لك المعلومات زي ما انت شايف. طيب لو احنا عاوزين نعمل فحص مثلا ل MD5 هاش، تعالوا مثلا نعمل جنريت ل MD5 هاش. هستخدم هنا بايثون 3 وهقول له اعمل لي امبورت للهاش لايبراري، واقول له هاش بيساوي، خليها هاش ال بيساوي هاش لايبراري دوت نيو، هخليه يستخدم ال MD5 بالشكل ده كده، واقول له هاش ال دوت ابديت. طبعا الكلام ده الناس اللي متابعاني في دورة بايثون سكيورتي فهيعرفوا اللي انا بعمله ده ايه. هديله باينري داتا عشان يعمل لي انكود ليها، واكتب مثلا عبد الله بالشكل ده كده، وبعد كده اقول له هاش ال دوت هيكس ديجست. ده بالنسبه للهاش بتاعي، ده تشفير كلمه عبد الله. اعمل له كوبي وابدا افحصه هنا، هدي له الهاش
واسيبه مع الهاش ونشوف ايه هي المعلومات اللي هيديها لي. طبعا بياخد وقته. قال لك ام دي فاين فاوند نو ريزلت فاوند نو ريزلت نو ريزلت نو ريزلت زي ما انت شايف نو ريزلت في الهاش اللي انا اديته له. يعني هو مش دقيق قوي في موضوع الهاش، لا هو دقيق جدا، استخدمته اكتر من مره، ولكن هو بيقول لك انه بيتصل بمواقع معينه عشان يبدا يفحص الهاش ده. طبعا الهاش ده لو متطابق لاي برودكت انت نزلته، لاي ملف انت نزلته، فبيطلع لك المعلومات بتاعتك. لكن لاحظ ان انا اصلا ده تشفير كلمه عبد الله، فاهمني؟ فهو مش هيطلع لك حاجه، فعشان كده معظمه نو ريزلت فاوند. طيب جميل جدا. محتاجين برضو لو احنا عاوزين نستخدم لينك معين، لو انا قلت له اتش تي بي، لاحظ بقى ان انا مثلا عاوز استخدم لينك معين، اقول له اتش تي تي بي دبليو دبليو دوت كورا دوت كوم. هنا بقى هيبدا يستخدم الفيروس توتال، لان ده يعتبر بالنسبه له رابط، تمام؟ فيبدا يتصل بجميع المواقع ومنهم الفيروس توتال اللي انا اتكلمت عنه. لو في ملف والله هينزل وبيطلب ان هو ينزل، يعني سواء اتش تي بي اس او اتش تي تي بي، اولا هو بياخد الملف ويبدا يرفعه على موقع الفيروس توتال ويعمل له فحص ويطلع لك النتيجه. فده يعتبر جميل جدا في شغلك، لان انت لو حد بعت لك حاجه انت مش واثق فيها من رابع المستحيلات انك هتفتحها، تمام؟ حتى هنا بيقول لك المكافي، عامل لك سكاننج بالمكافي الويب ريسك، قال لك مفيش اي ريزلت طلعها لك. المال كود ده برضه مفيش اي ريزلت طلعها لك. لو جينا نشوف برضو هنا يطلع لك، هنا بيقول لك الام دي 5 مال كود ملناش دعوه تمام بالموضوع ده. لا لاحظ ان بيقول لك ايه، ده اللي انا عاوز اتكلم فيه، malicious URLs from virus total. بيفحص لك ال URL بتاعك ويشوف اذا كان في اي حاجة malicious ولا حاجة فبيطلعها لك. لاحظ ان انا no result، مفيش اي result طلعت فيه، تمام؟ تمام. ده بالنسبة لأداة الاوتو موتور. اداة سهلة جدا وبسيطة وممكن تحمي شغلك لو انت حد مش واثق فيه بعت لك حاجة انت مش واثق فيها اصلا ومش عاوز تنزلها، فممكن تستخدم الاداه دي. والله طلع سليم والموضوع سليم، بتنزل اداه او بتنزل الرابط ده، مش سليم ما بتفتحش الرابط ده. طيب ده بالنسبه لاداه النهارده. اعتقد الدرس سهل وبسيط. المره الجايه هنتكلم عن اداه جديده في الانفورميشن جازرنج، وده يعتبر الدرس الاخير في الاسبوع ده، لان انا كل اسبوع هنشر 3 دروس في الدوره دي، تمام؟ عشان في دورات تانية شغالين فيها، فكنت ناوي انشر درس واحد، ولكن في ناس قالوا هنحس بالملل، فخلاص ننشر 3 دروس كل اسبوع في الدورة دي ان شاء الله، لانها هتطول معانا جدا، لان احنا بنتكلم في ادوات خاصة بالكالي لينكس، وهنشرح البدائل كمان للادوات دي، فالموضوع هيطول معانا، ممكن يوصل ل 100 درس، اكتر من 200 درس زي ما تيجي. فهنخلي كل اسبوع 3 دروس. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا ليكم.